بقى لتصريحات محمد صلاح امبارح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، واللي قال فيه ان منتخب مصر ليس هو الاوفر حظا ضمن المرشحين للفوز باللقب، ولكن في المقابل قال ان احنا كلنا سنبذل قصارى جهدنا للعودة الى مصر بهذا اللقب، وانه بيأمل ان يفوز يعني بالبطولة لانه لم يفز حتى الان بأي بطولة مع منتخب الفراعنة. وقال طبعا أن الجماهير تدرك أن المنتخب كبير ويستطيع حصد هذا اللقب، وختم تصريحاته بأنه يعني حاليا هو عقله مع المنتخب ومع بطولة أمم إفريقيا، وأشار إلى أن كيروش مدرب كبير واستطاع أن يصل بالفراعنة إلى المباراة الفاصلة المؤدية أو المؤهلة للمونديال. تعالوا نشوف جزء كده من جانب من الكلام اللي قاله محمد صلاح ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. لا انا شايف ان احنا بنجهز كويس الفرقه، نعتبر احنا في مصر بنبني كل شويه بنبني فرقه، فجبنا موجود مدرب جديد مادي اداء كويس مع الفرقه، وصلنا بشكل كبير للماتش، خلاص وصلنا للماتش البلاي اوف اللي هو كاس العالم، فاللعيبه يا دوب كل مكان بتبص فيه بتلاقي فيه لعيبه جديده، كل سنتين بتظهر لعيبه، فانا شايف ان الفرقه في ثقه ده 100%، جايين نحارب ان احنا نوصل لنهايه البطوله وناخد البطوله ان شاء الله، لكن ما اقدرش اقول ان احنا المرشح الاول، بس ما اقدرش اقول برضو ان احنا مش هنطلع كل اللي عندنا عشان خاطر نفسنا وعشان خاطر نسعد الناس في مصر، ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه ونرجع بالكاس، بس انا متفائل وشايف ان الفرقه عندها ثقه يعني ان شاء الله. لا اكيد اتبسطت ان انا موجود في جلسه احسن ثلاث لعيبه، يعني شويه بتديك ايحاء ان انت بس زي ما تقول بتكلم مجهود السنه اللي فاتت والسنه دي برضه، فاكيد كنت مبسوط ان انا كنت موجود فيها، افتكر ان انا ليا الحق اني اصوت لنفسي بس انا ما صوتتش لنفسي، بس افتكر المدرب برضه ممكن يكون صوت لي، بس يعني هيبان كله هيبان، بس هو بيظهروا النتيجة تقريبا كمان شوية. طيب ده كان جانب من كلام محمد صلاح.